أريد أن أؤكد على أن النجاح الذي حققه الملتقى الأول في مدينة فانكوفر قبل بضعة أشهر كان الدافع الرئيس لاستثمار الملحقية في مثل هذه التظاهرة إن شاء الله، التي نتمنى أن تظهر بالحجم وبالقدر وبالتأثير المطلوب. The interest in education amongst the Saudi students, that's really mind-blowing. It's an opportunity to explore. سلسلة المحاضرات التثقيفية عدد كبير منها سيوجه للناحية الأكاديمية، عدد كبير منها سيوجه للنواحي التوعوية والاجتماعية والثقافية. هناك إن شاء الله فقرة مهمة جدا في هذا الملتقى، ألا وهي حفل التخرج. An opportunity to meet all the Saudi students in one venue. هناك مشاركة لعدد كبير من الجامعات المتميزة والفاعلة في تطوير برامج التعليم وكذلك البحث العلمي. كذلك هناك مشاركة إن شاء الله ستكون واضحة لعدد كبير لا بأس به من معاهد اللغة المتميزة.